السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نحاولوا نجاوبوا فيه على واحد الاكزامان ديال الكوانتيك دو دونك كوانتيك ديال الاس ام بي 5. دونك بطبيعة الحال هذا صحيح موجه للناس اللي ديجا قراو الكور وعارفين المينيموم اللي خاصو يتعرف. هذا هو النص ديال التمرين، كنظن باللي واضح. دونك اللي مهم هنايا هو ال ايكال 1 اس ايكال ان دومي، وبلي هاديك جي كتساوي ال بلس اس، كنظن هادشي هو اللي مهم، وبلي هاد لو مومون سينيتيك توتال عندو لي نومبر كونتيك جي اي ام، دونك هادشي اللي مهم. كنظن بلي نص التمرين واضح وباين. بالنسبة لي كيستيون هما هادو، دونك واحد هنا جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة وسبعة، كنظن لي كيستيون واضحين، كندوز لي ريبونس. دونك السؤال هو نحددو ليسباس ديال سبين اللي هو اس ام، دونك هادو لي فيكتور دو باز ديال هاد ليسباس، وكذلك نحددو ليسباس ديال لو مومون اوربيتال اللي هو كيتكتب على هذا الشكل ال ام. دونك هنا كاين ام اس وهنا ام ال. دونك اولا عندنا اس قلنا كتساوي واحد على جوج، ال كتساوي واحد. دونك دابا اس و ال عندنا، دونك خاصنا باقي غير نلقاو ام اس و ام ال. دونك نبداو باس، بالنسبه لاس قلنا كتساوي واحد على جوج، دونك ام اس غادي تكون محصوره ما بين دونك ام اس غادي تكون محصوره ما بين ناقص واحد على جوج و واحد على جوج. دونك كما قلنا دونك ام كتكون محصور ما بين ناقص جي و جي. دونك هاد جي شنو هي هاد جي؟ دونك جي يعني عندنا في هاد الحالة جي هي اس، وفي هاد الحالة جي هي ال. دونك ام اس هي ناقص واحد على جوج ولا واحد على جوج. دونك لسباس ديال سبين غيكون على هذا الشكل، واحد على جوج ناقص واحد على جوج واحد على جوج واحد على جوج. دونك هادي كتبقى اس اس وهادي ام ام. دونك عندنا جوج ديال الحالات، ناقص واحد على جوج وعندنا واحد على جوج. دونك ديمونسيون ديال هاد ليسباس هي جوج، لأن عندنا واحد جوج. دونك كاين طريقة أخرى إلا بغينا نحسبو هاد ديمونسيون ديال هاد ليسباس، اللي هي ديم ديال هاد ليسباس كتساوي جوج دو جي بلس ان. في هاد الحالة عندنا جي هي اس، دونك تساوي جوج مضروبة في واحد على جوج زائد واحد، دونك تساوي جوج. دونك نفس الريبونس. دونك دابا غادي ندوزو ال 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 ايكال ان. دونك عندنا ال ايكال ان، دونك ام ال غتكون محصورة ما بين واحد وناقص واحد. دونك ال كتساوي سوا ناقص واحد سوا زيرو سوا واحد، ناقص واحد ولا زيرو ولا واحد. دونك ليسباس ديال ال تكتب بحال هكا. دونك عندنا
ال كتساوي واحد، دونك واحد ام ال كتساوي ناقص واحد وحدة ال pardon واحد هنا زيرو واحد واحد دونك الديمونسيون ديال هاد ليسباس هي واحد جوج ثلاثة إلا بغينا نحسبوها بهاد الطريقة هادي هي ديمونسيون ديال ال تساوي جوج مضروبة في ال زائد واحد دونك تساوي جوج مضروبة في واحد زائد واحد دونك ثلاثة دونك نفس الجواب واحد ليسباس اللي كيساوي ليسباس ديال سبين تونسوريال ليسباس ديال اوربيتال مومون اوربيتال دونك ديمونسيون ديال هاد ليسباس نسميو ليسباس توتال هو هذا كيساوي ديمونسيون ديال ليسباس ديال سبين ضرب ديمونسيون ديال ليسباس ديال لوربيتال دونك كتساوي دونك ليسباس ديال سبين هو جوج مضروب في ليسباس ديال لوربيتال هو ثلاثة دونك ستة اللي هو دونك غتكتب على هاد الشكل ام ال ام اس ام ال كتساوي ناقص واحد زيرو واحد ام اس كتساوي ناقص واحد على جوج واحد على جوج دونك خصنا نشوفو كاع لي كومبينيزون لي بوسيبل كاع لي كومبينيزون بوسيبل ما بين ام ال و ام اس مثلا ناقص واحد مع هادي ناقص واحد مع هادي عاوتاني زيرو مع هادي زيرو مع هادي واحد مع هادي وواحد مع هادي دونك هادشي اللي غادي نديرو هنا دونك ناقص واحد مع ناقص واحد على جوج ناقص واحد مع واحد على جوج صفر مع ناقص واحد على جوج صفر مع واحد على جوج واحد مع ناقص واحد على جوج وأخيرا واحد مع واحد على جوج ونسدو دونك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة دونك الديمونسيون كما قلنا ديال هاد ليسباس هو ستة دونك سي ديال لي فيكتور دونك في لا كيستيون 3 طالبين منا باش نبينو بأن جي كيفيريفي لي غولاسيون دو كوميتاسيون دونك هاد لي غولاسيون دو كوميتاسيون هما جي اكس مع جي ايكغيك خاصة نبينو بأنها كتساوي اي اش بار جي زد بلي جي ايكغيك مع جي زد كيساوي اي اش بار جي اكس وبلي جي زد مع جي اكس يساوي اي اش بار جي اي دونك هما هاد لي غولاسيون دو كوميتاسيون لي خاصنا نمونطرو بأن جي كيفيريفيها دونك هما في لونسيش عطاونا بأن اس مع ال ال سون دي مومون سينيتيك دونك ils sont des moments cinétiques donc il a quand des moments cinétiques يعني s x s y كيساوي اي اش بار s z وبأن
لما جهة S وبأن ال إكس ال إيكغيك كيساوي أشباع ال زد. يعني بكل بساطة إذا كان S و L ال سون دي مومون سيميتريك يعني كي فيريفيو لي غولاسيون دو كوميتاسيون لي كنقلبو باش نفيريفيوها بالنسبة لجي. دونك حنا كنعرفو بأن جي إيكال S بلس L دونك جي إكس إيكال S إكس بلس L إكس. دونك إلا شدينا مثلا هادي بغينا نفيريفيو هاد لاغولاسيون هادي دونك غادي نديرو جي إكس مع جي إيكغيك اش كتساوي. دونك جي إكس هي هادي دونك إس إكس بلس إل إكس. جي إيكغيك بنفس الطريقة دونك نكتبوها هنا جي إيكغيك كتساوي إس إيكغيك بلس إل إيكغيك. دونك غنجيو نديرو إس إيكغيك بلس ال إيكغيك. دونك دابا غادي نستعمل واحد لاغولاسيون لي كتقول إلا كانت عندنا هاد الكوميتاتور ا بلس بي سي بلس دي هذا كيساوي ا مع سي بلس بي مع دي. يعني هذا مع هذا وهذا مع هذا أ مع سي بي مع دي. هي اللي غادي نستعملو في هادي. دونك هادي كتساوي اس اكس مع اس ايكغيك بلس ال اكس مع ال ايكغيك. دونك هادي توجور الكوميتاتور اس باردون جي اكس مع جي ايكغيك. دونك هادي كتساوي دونك كيما شفنا هنا كتساوي يا اشباغ اس زد يا اشباغ اس زد بلس هادي كتساوي يا اشباغ ال زد يا اشباغ ال زد. دونك غنعملو بي اشباغ وغنعطينا اس زد بلس ال زد اللي هي دونك نعاودوها. دونك اش كتكون هادي؟ دونك هادي هي جي زد تكون هنا جي زد تساوي اس زد بلس ال زد. دونك بنفس الطريقة دونك يا اشباغ جي زد. بينا بان هاد لاغولاسيون الاولى صحيحة. دونك بنفس الطريقة غادي نديروها لهاد الشجات غادي نعوضو هادو بالاكسبريسيون ديالهم غادي نمونطريو هاد التلاتة. دونك اللي مطلوب منا في هذا السؤال الرابع هو نونطريو انه كوميتاتور جي او كاري مع جي زد ايكال ا زيرو. دونك قبل ما نجاوب على هذا السؤال خصنا نعرفو اولا بانه جي او كاري كتساوي جي اكس او كاري بلس جي إيكغيك كاري بلس جي زد كاري. أ بي سي يعني كنجيبو أ لأفون لو كوميتاتور و كنجيبو بي لأبخي لو كوميتاتور. ولا باغ إكزومبل عندنا A
B, C. Ça oui. Ah, j'ai vu B. Avant le commutateur, il y a B. A, C. Plus, j'ai vu C après le commutateur. A, B, C. Donc d'abord, il faut jouer là la question. Donc, j'ai au carré, j'ai z égale, j'ai x carré, plus j'ai y au carré, plus j'ai z au carré. Là, j'ai z. Donc, elle a une expression générale. Il y a dit. Donc, d'abord, il غادي نستعمل لا غولاسيون اللي كنا شفناها من قبل اللي كتقول A بليس B مع C كيساوي A مع C بليس B مع C. هاد لا غولاسيون ديجا شفناها. دونك اللي غادي نستعمل دابا غادي نقولو جي اكس او كاري مع جي زد. دونك جي اكس او كاري مع جي زد plus j y au carré ma j z plus j z au carré ma j z هذه مع هذه plus هذه مع هذه plus هذه مع هذه شي ده معنى. دونك دابا غادي نستعمل هاد لا غولاسيون اللي درنا هنا حيت هادي نقدر نقولو جي اكس جي اكس يعني على هاد الشكل جي اكس جي اكس وهنا جي زد. دونك جي اكس جي اكس هنا جي ايكغيك جي ايكغيك جي زد جي زد. دونك ايغال جي اكس جي اكس مع جي زد بلس جي ايكغيك جي إي مع جي زد بلس جي زد جي زد مع جي زد. دونك دابا هادي غنخرجوها لأفون لو كوميتاتور هادي غنخرجوها لأبخي لو كوميتاتور. نسيت دونك إيكال جي إكس جي إكس جي زد بليس دابا غنخرجو أبخي جي إكس جي زد جي إكس دونك بليس جي إيكغيك جي إيكغيك جي زد بليس جي إيكغيك جي زد جي إيكغيك بليس جي زد جي زد جي زد بليس جي زد جي زد مي أونكور جي زد. كيما كتعرفو لو كوميتاتور جي زد مع جي زد ولا أي كوميتات أي أوبيراتور مع نفسه يكون زيرو. يعني أ مع أ توجور زيرو. يعني حتى هذا زيرو. يعني دابا خصنا نتذكرو كما شفنا السؤال اللي قبل بأنه جي اكس مع جي ايكغيك يساوي اشباه جي زد. وبأنه إذا كان عندنا واحد الكوميتاتور A B قلبنا لي بوزيسيون ديال لي زوبيراتور ولا تبي A دونك كتكون عندنا واحد الموان. مثلا قلبنا
جي اكس مع جي ايغريك قلبنا لهم لي بوزيسيون غتكون هنا واحد الموان. دونك هنا غادي دونك جي اكس مع جي زد، جي اكس مع جي زد نقلب عليهم لي بوزيسيون، دونك خصنا هنا واحد الموان. دونك موان يا اشباغ جي ايغريك، مي كاينه جي اكس قبل من هاد الكوميتاتور، دونك غتخصنا لها جي اكس عاد جي ايغريك، حيت جي اكس جات قبل من الكوميتاتور، دونك غتكون جي اكس عاد جي ايغريك. بالنسبة لهادي نفس الكوميتاتور، دونك موان يا اشبار، دابا خصنا نديرو جي ايغريك عاد جي اكس، حيت الكوميتاتور جا قبل من جي اكس. خصنا il faut respecter les positions des opérateurs. Les opérateurs ماشي بحال في لي بوزيسيون، خصنا نحترموا لي بوزيسيون في الجو واش قبل ولا بعد. بالنسبه لهذه جي ايغريك مع جي زد هي هذه، دونك هي اشباغ جي اكس، دونك بليس خصنا نبداو بالاوبيراتور هو الاول، دونك اي اشباغ جي ايغريك جي اكس بلس هذه اي اشباغ جي اكس عاد جي ايغريك، اي اشباغ جي اكس عاد جي ايغريك. دونك الا لاحظتوا هذه مع هذه بحال هذه فيها موان هذه فيها بلس، دونك شات هذه جي ايغريك جي اكس جي ايغريك جي اكس، دونك مشات، دونك سي زيرو.